بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ المشوار أعزائي المشاهدين في البداية نصبح عليكم وين ما كنتوا داخل قطر وبرا قطر وبدائما قسم التصبيح أمهاتنا وبهاتنا الكبار نقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر أعزائي المشاهدين من خلال طبعا برنامج صباح الدوحة مثل ما وعدناكم نتنقل من مكان إلى مكان قد يكون مكان حديث وفي ظل التطور الكبير في دولتنا الحبيبة قطر هناك الكثير من المشاريع ومن ضمنها المشاريع الشعبية أو أيضا المشاريع المنزلية اليوم أصبح لها صيت وأيضا محبين وعشاق والمطاعم الشعبية القطرية قد تكون يعني في مبنى حديث قد تكون في مبنى قديم مثل ما تلاحظون احنا اليوم في مدينة الخور هذه المدينة اللي أيضا يعني كلنا نحبها كمواطنين ومقيمين وأيضا يعني سكان هذه المنطقة اهل الشمال دائما يعني يبرزون بطيبتهم. اذا احنا اليوم في هذا المكان اعزائي المشاهدين في مطعم بيت غنيمه هذا المطعم يعني حتى من الاسم يمكن دائما الاشياء التراثيه والتاريخيه ايضا وتصاميم القطريه يعني البسيطه اللي طبعا طلعنا عليها طوال سنوات طويله واليوم اصبحت في محلات تجاريه يعني في هذه الاماكن وتفتح مطاعم شعبيه بحكم اليوم نشوف ايضا الديكور القديم في هذا المطعم وموقعه المميز في مدينه الخور والاطباق اللي يقدمها ايضا هذا المطعم من اكلات قطريه شعبيه وبكل تاكيد الاكلات القطريه الان اختلط معها كثير من الاكلات اللي جاتنا من برا واصبح لها محبين وعشاق، لكن نحن دائما نتكلم على الاكل الشعبي القطري، الاكل الاصيل اللي تعودنا عليه من امهاتنا وايضا جداتنا الاول في بيوت القديمه. اذا في مطعم بيت غنيمه مثل ما تشوفون جزء منه صراحه متحف، يعني بقدر انك انت تجي مثلا تتريق او تتغدى او تتعشى إلا أنك تكون في مكان يعج بالذكريات وأيضا له ذكريات عندها القطر ومقيمين قطر بشكل عام يعني التلفزيونات القديمة الراديوهات القديمة أيضا الأدوات القديمة والأكسسوارات اللي اليوم أصبح تزين منازلنا وحتى مجالسنا في قطر خلونا نتعرف على صاحبة هذا المطعم ونتكلم عن ماذا يقدم من خدمات؟ في البدايه نقول صباحك الله بالخير وقواك الله ومشاهدنا الكريم بكل تاكيد يبي يتعرف عليك. صباحك النور ومرحبا ومسهلا فيكم نورت المكان، الدكتوره لؤلؤه العبيدلي صاحبه مطعم بيت قديمه. دكتوره لؤلؤه ابي اتكلم عن المشروع، هذا المشروع يعني مطعم شعبي قطري قديم بكل ما تحويه الكلمه من معنى. نتكلم عن كيف جاتك فكره انشاء هذا المطعم؟ طبعا الفكره جات من ناحيه انه بصراحه بامانه هي على البطولة القطريه يمكن تلاحظ في كل مكان هنا احنا حاطين بطوله القطريه لان نعتقد ترسيخ هويه المراه القطريه في المكان لو انت كتبت كتاب او سويته ما حد بيقراه فلقيت ان هذا تبادل ثقافات ومنه احنا نرسل رساله للمجتمع ان المراه القطريه عضنا يعني منتج للمجتمع القطري وبالتالي نرسخ المطبخ القطري في في لكل الثقافات اللي حولنا وان شاء الله نكون احنا قدرنا نحصل على الفكره طبعا جات في البدايات بان احنا سوينا مقهى صغير اسمه مقهى غنيمه ومن خلاله اختبرنا السوق شفنا فيه اقبال لقينا انه في تلهف كبير بالنسبه للاكلات القطريه اللي تقريبا مش يعني موجوده لكنها مش ظاهره للعيان وخليناها نطعه قطريه بروح عصريه نعم بحيث تناسب الاعمار اللي احنا يعني نتعامل معاها نعم كم عمر المطعم اليوم؟ اليوم احنا لو تكلمنا عن بدايته من من مقهى غنيمه احنا لنا من 2018 فتحين لغايه الان، طبعا نحن تجدد تروح في بيت غنيمه هنا من 22 قبل كاس العالم بحيث ان احنا قلنا هذا يكون انفتاح اكثر للمجتمع اللي جاي متعطش يعرف عن الدوله اللي كانت نقطه صارت عملاقه. نعم، يعني احنا اليوم نقول الاكل القطري توفر بالاضافه الى الاكسسوار الشعبي القديم التراثي ايضا توفر للزوار، بما ان احنا نتكلم عن مدينه الخور ويمكن هناك كثير من المصانع اللي تحتضن كثير من المقيمين في قطر. قولي لي هل يجونك؟ هل يزورونك؟ هل أيضا يتعاملون معكم؟ إذا تكلمنا عن العمالة الآسيوية أو غيرها. الحمد لله. يعني إحنا منفتحين للكل. إحنا ثقافات ثقافه الاكل عندنا ما تنسى الناس اللي بنوا قطر، فبالتالي احنا اشتغلنا من الجذور وحطينا صينيه لكل الجاليات او الاشخاص اللي كانوا في قطر وقوموا قطر على اكتافهم عرفانا منه لجهودهم، فلله الحمد احنا عندنا كل الجنسيات يعني عندنا من ماليزيا، عندنا من يعني اغلبهم يجونا من ال... من ال... من, ال... من, ال... من يعني الماليزيين كجروبات يونا كل الجنسيات لله الحمد يعني منفتحين عليهم. ونحاول نطور حسب المجتمع اللي قاعد ي... يعني يكون مطلع علينا بوضع اللمسه الإلكترونية في كل هذه الاطباق. طيب الماليزيين يطلبون؟ يعني بكل تاكيد في اسيا يمكن اكلنا متغارب. لكن بعض الشعوب ايضا فطورهم يمكن يختلف غداهم يختلف شو يطلبون عندكم من اكلات قطريه طبعا الاغلبيه اللي يطلبون لنا الحمسات والصوالين والشغلات هذه لان ظهرنا يعني فيه العرق الاسيوي هذه يعطيهم شويه هذه ولكن الاغلبيه تبحث عن ما هو قديم عن من من الاشياء الحلوه مثل البلاليط مثل الخبيص وكانهم اول مره يعني تفاجئون بهذا الشيء ويتفاجئون شلون حاطين مالح وحلو خصوصا في البلاليط وما شاء الله يعني تلقى فيه في يعني ردة فعل وايد رائعة تحفزك انك انت تبحث اكثر في جذورك وتطلع اطباق تتناسب والاعمار اللي تجيك والاشخاص اغلبية الاعمار طبعا اللي من فوق ال 30 35 يرجعون شوي ذكريات الاول ويحنون في الايام هذه اللي يكون عندنا هنا. نعم يعني دكتورة لولوة المطاعم يعني اكثر المطاعم في قطر تقدم وجبة الفطور اللي هو الريوق وايضا القدا والعشاء خل بما ان احنا الان في فتره الصباح الريوق اللي مقدم في مطعم بيت غنيمه احنا ما يعني منفتحين على حوالي ست او سبع صواني يختار منها الشخص اللي اقرب الى نفسه يعني عندنا صنية ارناق مياله الى الجو الشامي المصري انزين عندك الله يسلمك آه... سوري هب سعد اللي مياله دي ارناق مياله لل... للطير للهندي شويه اكثر بالكيمة والشغلات هذه عندك الله يسلمك مش آه... مشباص حتى بيسوي رجيمة تبي تاكل تضرب الخمس عندك عندنا فانتستيك فور خذناها من فريقنا لما كسب في المباراه في كاس الخليج فسوينا صواني يعني الخيارات متعدده وبعدين في طلبات يختارهم مراعين جدا الاسعار مراعين الوضع في اعتبارنا ان معظم اللي اغلبهم اسر فبالتالي صنيتنا تكفي من أربعة الى خمسة اشخاص اقتصاديه وممتعه وبالتالي انت يعني راعيت الطرفين كسب نحن وكسب الزبون نعم لو قلنا الصينيه القطريه والريوق القطري ايش منه يتكون في مطعمكم؟ احنا ما سويناه كقطري قطري، الريوق القطري طلبات منفرده تنطلب مع الصواني لان الكل ياي يعني انت لا تنسى احنا الحداثه تاثرت وايد في طريقه اختيارنا للاكل، فاحنا حاولنا احنا ندخل الصواني دي وخلينا الاطباق القطريه كاطباق جانبيه، تطلب اضافه اضافه على الصينيه اللي موجوده عندنا. يعني ودنا دكتوره اه ان نقدم عند هذا الجزء صراحة يعني جزء جميل وأيضا يعني مثل ما يقولون زاوية جميلة في في هذا المطعم طيب هل الأسعار مناسبة لو تكلمنا عن الصواني وقلتي لي يعني تكفي من أربع إلى خمس أشخاص لو تكلمنا عن قيمة الصينية وهل هناك اختلاف بين أسعار بين صينية وصينية؟ طبعا السعر صينية عندنا بمئة وخمسين يعني اقل صينيه توصل ل 80 ريال طبعا هذه يعني تشلك اسره من اربع افراد ويقعدون باريحيه وياكلون ويزيدون يشلون معاهم تيك يعني البورشن او الكميات المحطوطه بالاكل يقصد فيها انها تغطي هذا الاحتياج ونحاول قد ما نقدر ان احنا نكون يعني واعيين ان الوضع الاقتصادي ووضع الاسره فكل هذه عمليات جذب للناس اكثر عندنا انهم يكونوا موجودين طبعا احنا مراعين الاسعار طبعا لا تنسى ان في عندك اشكاليه بالنسبه للمواد الاوليه في قطار، في الشحن في كل هذه الامور فاحنا نحسبها باقل تكلفه لان اللي يهمني في النهايه ان انا اعرف عن هويتي مش قصدي المكسب البحث لا انا عندي رساله احاول اوصلها ولو أنه كان المكسب قليل بس بالنسبه لي انا وصلت رسالتي نعم طيب المشاريع اللي مثل هذه، وهناك كثير من المشارع المنزليه او المشاريع المنزليه لبناتنا، خواتنا، امهاتنا، صعب هذا المجال على المراه؟ ما في، انت المراه جباره ترى، المراه تخلق هي قال لك العالم بيد والطفل بيد، لا بالعكس انا ما اشوف اي شيء، خصوصا ان قانون الدوله قاعد يقول لك يساوي بين في الحقوق والواجبات بين المراه والرجل، هي همم هي شغف. متى ما وجد هذا الشغف سواء في الرجل ولا المراه ما اعتقد راح يكون هناك في اي اشكاليه بالنسبه ان انا احقق احلامي هي هو حلم وشغف ويعني قدره على التحقيق نعم يعني خلينا نتكلم فيما يخص اذا احنا نتكلم عن المطاعم بشكل عام خلينا نتكلم فيما يخص الدفاع المدني وزاره البلديه وزاره الصحه ايضا يعني هناك اهتمام كبير من هذه الجهات وهذه الوزارات لطبعا مراقبه الاغذيه بشكل عام كيف توصلهم وياكم وايضا الرسائل اللي يقدمونها والنصائح اللي يقدمونها لكم انت طحت على العوق على قولة القايل زين لكن بصراحة يعني هو حلو بانك انت تجد حرص كبير من الجهات المعنية في الدولة ان تأمن ان اي شيء في هذا المكان هو سليم ويدخل للزبون بشكل يعني ما يأثر على صحته ولا الاجراءات يعني بعض ساعات تطول، بعض ساعات تاخذ وقت، ولكن في النهاية الهدف منه المصلحة العامة. فاذا نظرنا للمصلحه العامه هو الزبون اللي بيجيك يطلع يعني بامان دخل عندك ما تعرض لاي مشكله، ثاني شيء بالنسبه لصحه الصحه الغذائيه هي تمت باحسن ما يمكن وبطريقه صحيحه، كل الموظفين يكون عندهم شهادات صحيه، هاي كلها للسلامه العامه وبالعكس احنا نشد على ايديهم يعني الله يعطيهم العافيه على عطاءاتهم. نعم ومراقبه اصحاب المطاعم لمطاعمهم ايضا بكل تاكيد هناك اهتمام لانجاح اي مشروع لابد ان يكون صاحب المطعم ايضا مهتم ومراقب لعمله بشكل عام ويتقبل ملاحظات من الزبائن احنا دائما يعني شبه يعني اسبوعي الحمد لله اللي تجينا معظمها ملاحظات شكر وتقدير على إن الواحد حافظ عليه وان خلقنا لهم مثل ما تقول زاويه في هذا المكان ان يجون نفسهم عن نفسهم واحنا على راس العمل طبعا ما في شيء الكمال لله سبحانه وتعالى وقد ما يقدر الواحد انه يتقبل الطرف الاخر لانك انت بالنهايه تقدم الخدمه للطرف الاخر فاذا ما سمعت الطرف الاخر ما راح تحقق اهدافك وللعلو ان شاء الله بهالامر هذا نعم الاحظ ايضا عندك ساحه برا ما شاء الله والاجواء في مدينه الخور يعني شمال الدوحة أجواء جميلة أجواء شتوية هل مسموح لكم أنكم مثلا تعملون بعض الجلسات الخارجية للزبائن في فترة معينة من الفترات والله هي المسكان المسموح لنا في فترة كأس العالم ولكن بعد ذلك تم يعني منعنا من ان نحن ننفتح برا اكثر واكثر فحاولنا احنا ناخذ الليوان اللي عندنا ونستخدمه بقدر الامكان وتوظيفه لاهدافنا نحن يكون على الاقل الزبون يشعر بالراحة والاستمتاع ولا تعرف في صعوبات اللي بتواجهك في الشغل واحنا نحاول نتغلب على الصعوبات هاي حلول مبتكره شويه بحيث ان احنا نتخطى كلمه اللاء الكبيره نعم احنا يمكن نقول بطوله كاس العالم هذه البطوله العالميه اللي احتضنتها قطر وكاول دوله عربيه تحتضن هذا الحدث الرياضي الضخم في فتره كاس العالم كيف كانت الاصداء عندكم وما بعد كاس العالم وين وصلتوا كانت من اروع ما يمكن يعني احنا الساحه اللي شفتها قدامك هاي كانت مليانه بالكراسي حاطين لنا شاشه اللي كان يجيني عضو مجلس البلد يقول انا اول مره اشوف حريم الخور جايين قاعدين برا يعني تي أريحية بدون يعني شعور بالحرج وكذا وهاي كان يسعدني الكلام لان انا خلقت فرق شويه في المكان او عملت يعني قيمه مضافه في المكان اللي احلى من هذه كله أنه كان الاجانب لما يجونا من المكسيس من المكسيك من الارجنتين من دول اسبانيا كانوا يسالون عن هالقناع هذا اللي ايش القناع شنو قصة انتم و... انتم مسموح لكم تطلعون انتم مسموح لكم تسوقون فكان متفاجئين يعني الرؤيه اللي جايين فيها عن ال... عن الدول الخليجيه وعن المراه الخ... العربيه انها هي بالاسود مكتمه مخها ماضي كان متفاجئين جدا يعني انا اتذكر ق... قضينا ساعتين بس نسرح حق تو او شخصين زوج وزوجه عن البطوله وعن الملابس القطريه وعن كذا فكنا سفراء خلال الفترة هذه وكنا سعيدين جدا بان احنا قاعدين نوصل للطرف الاخر المكان اللي كان يعتقد ظلام لقى هو انوار وهذا شيء يعني من مسؤوليتنا احنا ك يعني يعني اشخاص محليين عندنا تجاره ان احنا نكون سفراء في بلادنا ونعرف عن منتجاتنا. نعم ماذا كان يعني لهم هذا المبنى بما ان يمكن الاوروبيين وبعض الدول اللي لا يعلمون عن قطر شيء ويجون يتفاجئون بهذا الارث وهذا التاريخ وهذه الحضاره القطريه متمثله في يعني هذا المطعم بالشكل التقليدي الشعبي البسيط اللي يحبونه أهل قطر وأصبح اليوم يمكن محبب عند الدول الأخرى اعتقد ان احنا المفروض نستثمر هذه النقطه لان احنا اول شيء كان بالنسبه حق البنيان كبيوتي فكان يشتغلون على البيت العربي شلون شكله كنا احنا يعني نشرح هذه الاشياء ولكن اعتقد احنا لأن احنا فرصه الحين احنا قاعدين نتعمق كثير وبالتالي لازم احنا نطلع بكل الثقافات هذه ونعرف الطرف الاخر شو الامكانيات اللي موجوده في البلد من قدرات إن الواحد يقدر يفتح ويعطي اكثر معلومات عن ارثه عن معرفته عن المراه عن الطفل عن الرجل احنا يعني يمشي على رجلين رجل وامراه ما عندنا اي فرق كل واحد يساند الثاني ونخلق الفرق ولله الحمد يعني قطر طلعت من مثل ما قلت نقطه الى عملاق فبالتالي احنا لازم احنا نشتغل على السياحه هذه ونحاول نحن نسوقها للعالم لمعرفه الارث القطري لان احنا يعني كثير من السؤال انتم من انتم شنو احنا كنا لما كنا نعرف على نفسنا احنا جنب البلد فلان او جنب البلد فلان، الحين لما تقول قطر الكل يفتح عينه يس 22 يعني على طول الصوره الذهنيه في بالهم، فاحنا عندنا 22 وغير 22, 22 قاعد نقدر نسوق له الحين. نعم الاحظ ايضا دكتوره يعني في الفتره الصباحيه دائما احنا نقول الموظفين في اعمالهم وايضا الموظفات ايضا في اعمالهم، فتره الصباح دائما يمكن تكون فتره ركود لكثير من المطاعم. متى بيبتدي النشاط عندكم في اي فتره من الفترات في مطعم بيت غنيمه إحنا هم... يعني احنا عاده في الف... في الصيف يعني مثل ما قلت لك احنا نفتح الساعه سبعة ونص في الشتاء الساعه 8 ولكن احنا من بدايه الساعه 10 يبتدون الناس طبعا يدخلون علينا يعني لان تعرف معظمهم يكونون يا متقاعدين يا قاعدين في بيوت او عندهم وظائف خاصه فمن الوقت يبتدي ممكن تلاحظ انت احنا عندنا بعض الزباين هنا يبتدي تبتدي الريل تدب على المكان طبعا لين اخر الليل احنا الساعه 10 تقريبا هنا ما شاء الله المكان يكون لين اخر زبون احنا ساعات ناخر حتى تسكير المحل عشان احنا عندنا زباين في الصيف لا يكون الموضوع اكثر يعني يعني ابكر شوي الناس يجونك ويطلعون من عندك يعني شوي متاخر بعد اكثر فنحاول احنا نعدل في هذا الوقت بس كل الحمد لله رب العالمين في قبول كثير في هذا الموضوع. طيب آه ايضا آه يعني في في آه هذا المطعم بكل تاكيد بالاضافه الى الصواني بكل تاكيد هناك وجبات محينه وفرديه يطلبها آه طبعا الزبون بالنسبه لكم اكثر وجبه تطلب في فتره الصباح بس صواني تقريبا صواني عليها قبال كبير وانا يعني تفاجات انا نزلت صينيه اسمها خدمني وخدموني طبعا انت ما تخلي فريج قبل ولا ذي كان الا من اخواننا الايرانيين فسوينا صينيه مخصصه حق دي وتوقعت انها بتفشل لكن المص يعني المفاجاه كانت لي انها هي اكثر طلبا هي احسن مبيعا عندي ولله الحمد فيعني الحمد لله ان احنا قضينا على شغلات يعني تفاجاتنا بالامور هذه طبعا عندنا احنا اكثر شيء في العصار يطلبون لك البلاليط والخبيص والشغلات هذه الصبح طبعا الصواني هي ماشيه عندنا طبعا الغداء عندنا مكبوس وهذه يعطيك شويه مكسوره وتبرد هاي عندنا طبعا انواع من الكيكات وعندنا الله يسلمك بعد ما طاح الانبطح كيكه الكرك وعندنا حلوم ام العلوم هاي سيجنتشر عندنا فحاولنا احنا ناخذ الاسامي القديمه والشعبيه وندمجها في روح الاطباق اللي عندنا عشان ترجع يعني يك واحد يبتسم يتذكر هالكلام من قبل فاحنا نحاول نربط بينه وبين المكان اللي وقعت فيه. انا لاحظ ايضا يمكن كلمه الان وراك دكتوره يعني المصطلحات القطرية القديمة اللي يمكن حتى احنا اليوم يعني أصبحت بعيدة عنا أنا ألاحظ كلمة غلج أو غلج وراء إذا هي غلج طبعا يمكن كلمة غلج صعبة شوي عندنا يعني الصعب شوي يقولون عنا غلج المصطلحات أيضا القديمة هذه تعني لكم شيء في هذا المطعم؟ طبعا احنا حاولنا نوظف كل الاسامي هذه وكل مره احنا ننزل طبق جديد لازم نجد له مرادف من لهجتنا القطريه نحط عليه بحيث انه يكون في يعني ترابط وروح معه مع احنا القصد هنا رساله ثقافيه اي نعم احنا نملي البطن ولنا عقل العقل يحتاج ان نعرف كثير من الاسئله تجيني ايش معنى الكلمه وايش معنى الكلمه كمثقفين يعني بشكل ارحب انت جيت في جيل الحين جيل الايباد وجيل ذي ما يفهم فيها الكلمات يعني وهذا يعور قلبك يعني احنا لما نقعد في قاعدات نسوي لهم مرادفات حق الكلمات الألم ايش معناته اليلم؟ تقعد سؤال لي حق المشاهد اليلم هو المقص اي نعم ففي كلمات شويه يعني بدات تندثر ونحاول نحاول نسحبها مره ثانيه بطريقه او باخرى تكون يعني انا ما راح اسلم مثل حلوم من العلوم وهي عندنا احنا جبنه حلوم فهي تقدم جبنه حلوم سيجنتشر عندنا انزين مدعبج هي عباره يعني يعني دل هو دابط فحاولنا ندخل هالكلمات في في اطباقنا بحيث انك تظل انت مرتبط بارضك مرتبط بارثك تخلق الفرق في هالامر هذا. نعم عليك. احنا الوقت بدا يداركنا فعلا والحلقه مرت بشكل سريع مشاهدينا الكرام لكن قبل لا نختم دكتوره ودي تقولين لي عن اطباق الغداء والعشاء بكل تاكيد فيها عيش وصوالين وما وخلاف ذلك يعني. احنا طبعا عندنا الغدوات حاولنا احنا ندخل عندنا مشبوس المشبوس طبعا هو مطلوب من كل الذي عندنا مع الطيبين طبعا احنا مثل ما قلت لك مثل احنا ما مشينا في الصواني بان احنا نرجع الارض دخلنا بعض الاشياء الجديده لان هذه متطلبات السوق فدخلنا عندنا يعني بشاميل الملوخيه عندنا حاولنا ننفتح على المطبخ العربي ككل بحيث وندخل عندنا صواني الدياي عندنا مشوي والمقلي بالنسبه للسمك الربيان يعني حاولنا بكل الطرق ان احنا هذه الاطباق تتخلخل في 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 اكلنا سؤالي الاخير دكتوره عندكم توصيل طلبات الى جميع مناطق الدوله ولا هناك اماكن معينه؟ حسب المنطقه اللي احنا فيها وحسب قرارات الشركات التوصيل انك انت ملتزم بالمنطقه اللي انت فيها، احنا مع مع سنونو ورفيق واحنا نعتز بشركاتنا القطريه وندعمها ونوقف معاها في كل هذه الامور ولذلك احنا ضالين معاها احنا مكاننا نتوجه الأجهات اخرى بس يهمنا ذا الشيء فاحنا نغطي منطقه الخور والخيرة وسميسمه لين سميسمه اللي يحب طبعا من ذي يتواصل معنا على التليفون واحنا نعد له الطلبيه عن طريقه ياخذها نعم دكتور بيدلي انا أشكرك جزيل الشكر ونتمنى لك التوفيق في هذا المشروع وان هذا المشروع يكبر باذن الله وتكون هناك مشاريع اخرى قادمه ان شاء الله ان شاء الله بدعمكم ان شاء الله ونتامل نكون ان شاء الله علامه فارقه في المكان بارك الله فيك شكرا جزيلا لك اذا اعزائي المشاهدين في هذا المطعم مثل ما تشوفون في مطعم بيت غنيمه في يعني اللي يبي يوصل له رح يوصل كورنيش الخور راح يوصل الى مطعم بيت غنيمه هذا المطعم الشعبي التراثي القطري اللي يقدم الاكلات القطريه والاكلات المنوعه بشكل عام فعلا اجواء جميله اجواء يعني تردنا للتراث القديم تردنا لحضارتنا ايضا وتاريخنا القطري الاصيل في هذا المكان نتمنى التوفيق لكل اصحاب المشاريع القطريين والى هنا انتهت حلقتنا اليوم نتمنى ان احنا ما قصرنا في نقلنا هذا ونقول سامحونا على صور بدر من من خلال نقلنا لهذه الحلقه وعلى الهواء مباشره نلتقيكم باذن الله في يوم القد وفي امان الله.